مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل احنا وياكم كاستر، حلويات بتقدم بعد الافطار. انا عندي مجمع كاستر هضيفه بطنجرة، عندي كباية حليب ناشف هضيفه كمان فوقه، عندي كباية سكر، السكر أكيد مثل ما بتحبوا حسب الذوق، وأنا حضيف 6 كبايات مي. هلا أنا ححرك المواد الناشفة فوق بعضها، هضيف لهم المي على البارد. حط المي كفاية قبل ما احطهم على النار. هيك مثل ما شفتوا دابت المواد معي، لونهم كتير حلو ونوعيتهم كتير منيحة. هلا حطهم على النار بس ما بشيل ايدي عنه. شفتوا جمدوا معي، وانا قبل ما احطهم على النار شلت نص الخلطة منشان اخلط الكاكاو فيها وحطه على وجهه. بهالشكل بنصبهم. وهلا مثل ما شفتوا انا سكبت اول طبقة، حط على وجهي كمان بسكوت. هذا الشكل انا عندي طبقة بعد الكاكاو، حط على وجهي البسكوت. هون شلت ربع الكمل، ربع الخلطة لحتى نساوي الكاكاو فيها. انا حضيف الكاكاو على البارد هلا، حركن كمان كتير منيح. هلا بدوبهم منيح منيح، هلا بدور النار عليهم كمان نفس الشي، بضلني حرك فيهم عم بشرهم حتى يعقدوا معي. جمدوا معي الكاكاو هلا دقيقتين وبطفي عنهم، بنسكبهم فوق البسكوت والكاستر. مثل ما شفتوا انا حاسكب الكاستر الكاكاو فوق هون بهيدا الشكل، بغطي طبقة البسكوت.
هلا مثل ما شفتوا الكاستر صار جاهز، بيتقدم بارد منسقع بعد الافطار. الف صحة، وهنا ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.